الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يرمز دخول الضفدع البيت في المنام علامة على الأخبار السعيدة القادمة لصاحب الرؤيا الأيام القادمة والله أعلم. يرمز دخول الضفدع داخل المنزل في المنام علامة على الحظ الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا والله أعلم. دخول الضفدع البيت والجلوس على الفراش علامة على حمل زوجة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الضفدع يوجد داخل المطبخ علامة على الأحداث السعيدة له والله أعلم. الضفدع داخل المنزل في المنام إن كان كبيرا يكون الرزق القادم كبير لصاحب الرؤيا والله أعلم. من يرى في منامه الضفدع الأسود علامة على الحسد والحقد في حياته. حلم الضفدع الأسود في المنام تكون إشارة على العند والله أعلم. رؤية قتل الضفدع الأسود في المنام تكون إشارة على الخير القادم لصاحب الرؤيا. حلم الهروب من الضفدع الأسود علامة عن الابتعاد عن الهموم والله أعلم. من يرى في منامه أنه يخاف من الضفدع تكون إشارة على ولادة الزوجة قريبا. رؤية المرأة أن هناك ضفدع يقترب من طفلها وهي تضرب الضفدع علامة على الحماية التي تقدمها هذه الأم لطفلها والله أعلم. من يرى في منامه أنه يخاف من الضفدع تكون إشارة على القلق الذي يشعر به. رؤية الخوف من الضفدع بشكل عام علامة على الأزمات النفسية والتوتر الذي يشعر به الشخص. من يرى في منامه أنه يسمع صوت الضفدع علامة على دخوله في عمل جديد. صوت الضفدع في المنام إشارة على الترقية في العمل. رؤية صوت الضفدع في المنام إشارة على المكاسب المالية الكبيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا. رؤية الضفدع يتكلم مع صاحب الرؤيا ويخبره بأشياء فعلها في حياته علامة على أشياء ستحدث بالفعل في حياته والله أعلم. من يرى في منامه أنه يأكل الضفدع علامة على المنفعة الكبيرة التي يحصل عليها من الأصدقاء. حلم أكل لحم الضفدع في المنام علامة على ملك ومنصب يصل إليه. رؤية أكل الضفدع في المنام علامة عن البعد علامة عن الاجتهاد في الحياة والله أعلم. من يرى أنه يأكل الضفدع في المنام تكون إشارة على المنفعة الكبيرة التي يحصل عليها. رؤية بيض الضفدع في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا. حلم البيض يفقس ويخرج منه ضفدع صغير علامة على الذهاب إلى العمرة والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.